إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، من العبادات القلبية التي تعبد الله بها عباده الثقة بالله وصدق الاعتماد عليه وحسن التوكل عليه وتفويض الأمور إليه في جلب المنافع ودفع المضار. فهذه الأمور من أهم المهمات وأوجب الواجبات، ومن صفات المؤمنين، ومن شروط الإيمان، ومن أسباب قوة الجنان وسكينة النفس وطمأنينتها. الثقة بالله من صفات الرسل، فخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام كان على ثقة راسخة بالله تعالى حينما ألقي في النار، فكفاه الله شر ما أرادوا به من كيد وحفظه من لأواء النار. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان على ثقة وطيدة بالله تعالى، فعند هجرته إلى المدينة اختبأ بغار حراء وأعداؤه على شبه مسافة صفر، ووثق بالله تعالى أن ينجيه تصديقا لوعده، فقال لأبي بكر رضي الله عنه: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. والثقة بالله من صفات أولياء الله الصادقين. قال يحيى ابن معاذ: ثلاث خصال من صفة الأولياء: الثقة بالله في كل شيء، والغنى به عن كل شيء، والرجوع إليه من كل شيء. وهي من صفات العباد الزاهدين. جاء رجل إلى حاتم الأصم فقال: أي شيء رأس الزهد ووسط الزهد وآخر الزهد؟ فقال: رأس الزهد الثقة بالله، ووسطه الصبر، وآخره الإخلاص. والثقة بالله تجعل العبد راضيا بالله، يائسا مما في أيدي الناس. الثقة بالله تجعل العبد كالطود العظيم، لا تثنيه الزوابع ولا تقتلع جذوره النوائب. قال حاتم الأصم: من أصبح وهو مستقيم في أربعة أشياء فهو يتقلب في رضا الله: أولها الثقة بالله، ثم التوكل، ثم الإخلاص، ثم المعرفة، والأشياء كلها تتم بالمعرفة. وقيل لأبي حازم: ما مالك؟ قال: ثقتي بالله وإياسي مما في أيدي الناس. والله تعالى قضى على نفسه أن من آمن به هداه، وتصديق ذلك في كتاب الله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن توكل عليه كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن أقرضه جازاه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ومن استجار به من عذابه نجاه. واعتصموا بحبل الله جميعا، والاعتصام هو الثقة بالله، ومن دعاه أجابه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والثقة بالله أيها الإخوة دليل على تحقيق الاستعانة بالله. إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة بالله تقوم على الثقة بالله وحسن الاعتماد عليه، فقد يثق الإنسان بغيره ولا يعتمد عليه لاستغنائه عنه، وقد يعتمد على غيره وهو غير واثق به لحاجته إليه. والله تعالى وحده هو الذي بيده كل شيء، وهو المستعان في كل شيء، والعبد ليس بيده شيء وهو محتاج إلى ربه في كل شيء. ومن تحلى بالثقة بالله
فاز بالجنان. قال شقيق البلخي: من عمل بثلاث خصال فاز بالجنة. أولها معرفة الله بقلبه وسمعه وبصره وجميع جوارحه، والثاني أن يكون بما في يد الله أوثق مما في يده، والثالث يرضى بما قسم الله له وهو مستيقن أن الله مطلع عليه. إخواني، من أبرز صفات أو من أبرز مظاهر الثقة بالله ثقته في تفريج الكروبات والشدائد، فإنه لا يقدر على ذلك إلا الله. وكم من كرب عظيم وشدة قاسمة ظن العبد أن لا مخرج لها ولا منجى منها، لكن حين يثق في مولاه ويتذكر قدرته جل في علاه فإنها سرعان ما تنحل وتنفرج وتتبدد. وثقتك بالله لا تكدرها عليك النوائب، وإنما لك في كل ما يجري حولك ألطافا ربانية تستفيد منها. نعم، حتى ما يقع من المذابح حولك من شهداء الأمة تسيل دماؤهم لتفيق أنت من غفلتك، لتتغير رؤيتك للعالم والأشياء والأحداث، وتعيد تقييم كل شيء وتصحح معاييرك. وانظر كيف جمعت قضية فلسطين المسلمين أجمعين في أقطار الأرض الدانية والقاصية، وكيف أججت فيهم روح التضامن والتراحم والوحدة. أن تشعر أن القصف الواقع على غزة أصاب بيتك لا أرضا بعيدة عنك، وأنهم طرف أصبعك بل موقع عينيك، وأنك جزء من ذلك الجسم تألم لما يألم منه، تألم لما يألم منه كل عضو فيه، وتتداعى بالحمى والسهر. أن تشعر أنك مهموم بما يحصل، أن تحمل هم قضية كبيرة لا مجال فيها للسفه ولا للعبث ولا للجبن ولا لأنصاف الحلول ولا للمجاملات ولو لأقرب المقربين ولا للمكاسب الشخصية ومنطق الربح والخسارة مهما كان الربح وكانت الخسارة. أن تشعر أنك في حاجة لأن تفعل شيئاً، أي شيء مهما كان صغيراً، وأن تشعر أن تلك حاجة في نفسك تحتاجها لا فرض ولا واجب تتخلص منه. أن تشعر بهذا، فقط تشعر بهذا، أقسم بالله إنه لأول الخطى على طريق النصر. وإن ذلك الشعور أيها الإخوة، هذا الشعور وحده كان على مر الدهر والتاريخ هو وقود تغيير الأمم، وقود تغيير الأمم ومصائر الشعوب. وهو في كتاب الله عز وجل يقول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. والمسلم يثق بربه يقول الحق ولا يخشى لومة لائم. فلا تسكتوا عما يحصل، لا تسكتوا عما يحصل، واعلموا أن حرب الإعلام جزء أصيل من الحرب. وكل الأمم تعلمت كيف تدير حروبها العسكرية والسياسية والاجتماعية إعلاميا إلا نحن، فما زلنا نصدق دعاية العدو ونؤمن بنظرية المؤامرات ونعين البروباغندا المضادة على أن تنتشر عندنا، ونستهين بأصواتنا ونرفع النازل ونخفض المرفوع. فتجد الواحد منا يقول: وماذا سيغير صوتي أو المشاركة التي قمت بها أو الإعجاب أو المنشور أو المقاطعة للمنتج الفلاني أو الاستقالة من الوظيفة الفلانية أو الدرهم الذي أنفقه؟ وهي نفس دعوى المنافقين قديماً
الذين قالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فقال ربنا عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وهل ملايين الأصوات إلا صوت وصوت وصوت؟ وهل عظيم النار إلا من مستصغر الشرر؟ ولو كان صوتك لا قيمة له فلماذا يدعونك للسكوت؟ وحتى لو كان لا قيمة له فعليا، فمجرد الحفاظ على انتمائك لهذه الأمة وشعورك بأنك جزء أصيل منها تفعل ما تقدر عليه هو نصر وأجر في نفسه. أيها الناس، هذه الآلام والكروب لا يزيلها ولا يكشفها إلا علام الغيوب الذي يجيب المضطر إذا دعاه. والمسلم لا يستكين للحادثات ولا يضعف أمام الملمات، بل عليه أن يحاول التخلص منها في حزم الأقوياء وعزيمة الأصفياء. قدوته في ذلك سيد الأنبياء وإمام الصابرين، فقد حل به وبأصحابه من الشدائد والمحن والكروب والبلاء ما تقشعر منه الأبدان، فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا، بل قابلوا تلك الخطوب بالصبر والثبات. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. وقد وعد الله عز وجل وعد عباده بالسعة بعد الضيق، وبالعافية بعد البلاء، وبالرخاء بعد الشدة، واليسر بعد العسر. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالعسر لا يخلو من يسر يلازمه أو يصاحبه. قال ابن رجب قال: ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى وحصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين وتعلق قلبه بالله وحده، فهذا هو حقيقة التوكل على الله، وهو من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج. فإن الله يكفي من توكل عليه، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الفضيل: والله لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك كل ما تريد. إن اليقين والثقة بالله من أعظم ما يناله المسلم من توحيد الله والإيمان به. فصاحب التوحيد على يقين من ربه، مصدق بآياته، مؤمن بوعده ووعيده كأنه يراه رأي العين، فهو واثق بالله، راض بقضائه وقدره، محتسب الأجر والثواب منه. وها هو ابن القيم يقول: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه، فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما أولياؤه فينجيهم به من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.